جولة جديدة بين الصحف العربية والأجنبية، نستعرض فيها أهم ما حملته من عناوين ومقالات في حلقة جديدة من برنامج وقال القلم، والبداية مع مانشيت. بداية مانشيت لهذا اليوم مع الصحافة السورية، والتي استهلت أخبارها بتقدم الجيش العربي السوري في كل من درعا وحمص ودير الزور والسويداء. من الثورة السورية نقرأ أبرز ما جاء من عناوين لهذا اليوم. بتكليف من الرئيس الأسد، الهلال يتفقد الأحياء التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار في حلب. الجيش يقضي على العديد من إرهابيين نصرة وداعش ويدمر مقرات وآليات بأرياف درعا وحمص ودير الزور والسويداء. موسكو، التشكيك الأمريكي لعبة سياسية جديدة لإحراز مكاسب لمصلحة واشنطن ومصالح السائرين في ركبها. تسوية أوضاع عدد من الموقوفين في دمشق ومختلف المحافظات. وزير العدل، خطوة في السياق العام لتعزيز المصالحة الوطنية. عشرات العائلات تخرج من أحياء حلب الشرقية، وعدد من المسلحين يسلمون أنفسهم وأسلحتهم للجيش. وأيضا المطران كابوتشي، سوريا قادرة على إفشال المؤامرة الدنيئة. هذا ونبقى في أروقة الصحافة السورية ونقرأ من صحيفة الوطن التي تناولت عددا من الأخبار الميدانية والسورية خصوصا والعربية عموما، أبرز ما جاء من عناوين لهذا اليوم. إذن ننتقل إلى صحيفة الوطن وأبرز ما فيها من عناوين. تجاوب مع العملية الإنسانية بحلب، وواشنطن تحاول التشويش. الجيش يسيطر على حوش الفارة. النفط، خط غاز جيرود يعمل مجددا. شملت النمسا وبلجيكا وهولندا إعلان حالة التأهب، وتجديد الإجراءات الأمنية في المطارات، واعتقال مشتبه بهم في دول أوروبية. وأيضا فاز يعلق التمويل الخارجي لبناء المساجد في فرنسا. وننتقل إلى الصحافة العراقية التي ركزت اليوم على التقدم الميداني أيضا للجيش العراقي في عدد من المناطق. من الصباح الجديد هذا اليوم نقرأ أبرز ما جاء من عناوين ونبدأ. تحرير الطريق السريع الرابط بين الفلوجة والرمادي، انطلاق عمليات عسكرية لتحرير الجزيرة الخالدية شرقي الرمادي. المبعوث الدولي يعقد اجتماعات مع سفراء مجموعة 18 لاستمرار مشاورات السلام اليمنية. قوات ليبية تتصارع مع قناص داعش في سرت. وأيضا قرصنة معلوماتية جديدة ضد حزب الديمقراطيين في أمريكا. بالانتقال إلى صحف السلطنة، نجدها واكبت آخر وأهم التطورات السياسية على الساحتين العربية والدولية. نقرأ من الوطن العماني أبرز ما حملته صفحتها لهذا اليوم من عناوين ونبدأ. سوريا، عشرات العائلات تلجأ للممرات الإنسانية بحلب ومسلحون يستسلمون. القوات العراقية تدخل جزيرة الخالدية. اليمن، تصور أممي جديد للتفاوض. الأمم المتحدة تمدد تفويض بعثة حفظ السلام بجنوب السودان. وأيضا النيجر تطلق عملية عسكرية وتمدد الطوارئ في ديفا. ختام مانشيت مع الصحافة التركية، ومن صحيفة بيرجون نقرأ أبرز ما جاء لهذا اليوم من عناوين ومنها نبدأ. حملة الاعتقال تطال المحكمة الدستورية العليا، لكنها لم تطل حزب العدالة والتنمية. قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي في علاقته بمحاولة الانقلاب في تركيا. قرار رسمي بإغلاق المدارس العسكرية وافتتاح جامعة عسكرية بدلا عنها. المعارضة التركية ترفض تغييرا جذريا في الدستور وتطلب تعديلات بسيطة فقط. أنصار جبهة النصرة سينظمون مساء الأحد وفي قلب اسطنبول وقفة تضامنية مع جبهة النصرة في سوريا. قيادة القوات الحربية والجوية والبحرية أصبحت تحت سلطة وزير الدفاع مباشرة. وأيضا حزب الشعب الجمهوري يطالب بتفعيل دور اللجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق في حالات الاعتقال العشوائي على خلفية الانقلاب. إلى هنا ننهي مانشيت وننتقل إلى تقرير لأهم ما تناولته أقلام الكتاب في إصدارات اليوم.
كتب جمال العلوي في الدستور الأردني يقول: حلب ليست مدينة سورية فحسب، بل هي قلعة من قلاع الحضارة العربية في بيوتها وشوارعها ودفقات الياسمين في صباحاتها. تشعر بطعم القهوة العربية الأصيلة من حواريها، ترحل نحو أصاهل المتنبي وسيف الدولة، ومن عبقها تنظم الشعر وتقرأ التاريخ بحروف العز والكرامة. من الشهباء الجديدة وهي الحمدانية والخالدية وهي الجامعة، وصلاح الدين والعامرية والكلاسة وغيرها من أحياء المدينة، وصولاً إلى خان زيد تفوح رائحة العطر والعزة، وتكتب حروف العشق والهوى هديل الحمام ورائحة الصابون. حلب العاصمة الاقتصادية لسوريا دوماً تبقى عصية، تبقى خالدة، وهي عنوان مرحلة في كل أحقاب التاريخ. في الختام يقول جمال العلوي في الدستور الأردني: سلام على الراحلين والحاضرين والشهداء، سلام على العسكر وعلى عاشقي المجد التليد، سلام على الضفائر والتيجان وقباب النحاس والفخار، سلام على أسواقها وأزقتها التي تفوح منها رائحة القهوة وتكتب قصائد الغزل لكل الطيور العابرة وعلى الظلال، سلام على حلب الشهباء التي كانت دوماً عنواناً للعز والكرامة. قال محمد الفوال في الجمهورية المصرية: كلما أحرز الجيش العربي السوري تقدماً كبيراً في حربه على الإرهاب، ونجح في محاصرة العصابات الإرهابية في إحدى الجبهات، واقترب من القضاء عليهم، تسرع الدبلوماسية الغربية للمطالبة بإحياء مفاوضات جنيف، ويجري جون كيري على موسكو طلباً لوساطتها لوقف القتال والدعوة لهدنة مؤقتة، ويبدي مرونة شديدة في مواقف بلاده وقدرته في الضغط على الجماعات الإرهابية للالتزام بأي اتفاق. في الختام يقول محمد الفوال في الجمهورية المصرية: بعد كل هدنة وهدوء على الجبهات وجولة محادثات تستغلها الدول الداعمة والراعية للإرهابيين في تعويضهم عن خسائرهم ومدهم بأحدث الأسلحة، لذا لا ينبغي أن تلدغ موسكو من الجحر مرة جديدة وتنخدع بألاعيب الجماعات الإرهابية وداعميهم في واشنطن وأنقرة والخليج، إلا إذا حصلت على ضمانات حقيقية بوقف تمويل وتسليح المقاتلين وغلق الحدود التركية وجدية التحالف الدولي في محاربة الإرهاب وليس دعمه. قال زهير ماجد في الوطن العماني أيضاً: فيما حلب تنتعش روحها مما تقدم، يحكى عن ردة فعل ممكنة بإعادة فتح جبهة الجنوب التي سمطت بعدما خاض فيها الجيش العربي السوري حرباً مختلفة الأداء، فقتل أعداداً كبيرة من الإرهابيين. والمعلومات الأولية تؤكد عن نقل مسلحين إرهابيين إلى المنطقة من جديد على أمل أن يكون لهم دور عسكري إذا ما تم فتح الجبهة على حرب جديدة. في الختام يقول زهير ماجد في الوطن العماني: السقوط في حلب سيكون له مثيل في الجنوب، فات الأوان الذي كانت فيه قوى الإرهاب قادرة على تغيير معادلات، ولا زمن وجاء آخر هو الوجه الثابت في سوريا العربية. قالت الأهرام المصرية في تعليقها الرئيسي اليوم: إن ازدواج المعايير لدى منظمات الحريات في أمريكا والغرب يفقد هذه المنظمات مصداقيتها ويدفعنا إلى البحث عن السبب الحقيقي وراء هذا النفاق، وأغلب الظن أن كلمة السر في هذه الازدواجية هي المصالح. ولتذهب إلى الجحيم شعارات الدفاع عن الإنسان وحريته وحقوقه، وما دامت المصالح هي التي تحكم أصول اللعبة، فإن أي مستبد أو ظالم سوف يستطيع الإفلات من العقاب. سوريا في مواجهة الإرهاب، واقع ملموس على الأرض في حلب وغيرها من المناطق. كلمة الفصل للجيش تتجلى بمساعدة الأهل في الخروج وعبور الممرات الآمنة،
ويبقى للجهد السياسي دور كبير مع تواصل لقاءات روسية أمريكية أممية لتطبيق اتفاق وقف الأعمال القتالية والفرز بين الإرهابيين وتأكيد حقيقتهم، تمهيدا لحوار جدي والبدء بحل الأزمة في سوريا. أناقش هذا الموضوع مع ضيفي من اللاذقية المحلل السياسي الأستاذ بديع صقور. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك، حياك الله. أستاذ بديع، بداية كيف ترى المشهد الميداني اليوم في حلب، وكيف تصف استمرار تقدم الجيش إلى الآن وحالة الانهيار في صفوف الإرهابيين؟ نعود إلى ما بدأت به، السلام. السلام على حلب وعلى دماء الشهداء في حلب، السلام على الصمود، السلام لكل من يقف في وجه هذه الجماعات الإرهابية. حلب الآن ربما طاش حجرها كما يقال بالنسبة لأمريكا. أمريكا الراعية للإرهاب، دول الراعية للإرهاب بمجموعها، فوجئت بحصار حلب وبسقوط هذه المجموعات الكبيرة التي كانت متواجدة حول حلب وفرار العدد الكبير منهم. كان هناك الرهان على أن تكون جمهورية في حلب، كان الرهان على أن يكون هناك منطقة عازلة في حلب. الجيش العربي السوري وقوف أصدقائه معه أدى إلى سقوط هذه القلعة التي كانوا يعتبرونها قلعة ويمدونها بالعتاد وبالقتلة وبالمجرمين من كل أصقاع الأرض. استطاع هذا الجيش الذي مضى على قتاله وعلى صموده 6 سنوات وما زال صامدا يقاتل ويقدم الشهيدة والشهيد، تحية لهذا الجيش وتحية لأبناء حلب الذين صمدوا ووقفوا بوجه الإرهاب، أن تعود حلب كما كانت حلب المدينة القادرة على أن تعود لصفها ولوحدتها ولعاصمتها دمشق. نعم، في ظل هذا الصمود أستاذ بديع، خروج الأهالي في حلب يجسد مدى رغبتهم بالتخلص من الإرهاب والعودة إلى الحياة الطبيعية. إلى أي حد برأيك تسقط مشاهد حلب الشكوك الأمريكية والتركية وتعزز الموقف الروسي عن نجاح هذه العملية؟ مؤكد تماما خروج هذه الجماهير إلى الشارع بعفوية ببساطة نتيجة هذا الحصار، نتيجة هذه القذائف التي تسقط عليهم، ومع ذلك خرجوا ليعبروا عن ارتباطهم وعن رفضهم لهذه الجماعات الإرهابية التكفيرية التي جاءت من عصور الكهوف، جاءت من القتل، جاءت من السواطير، جاءت من كل ما يمتلكه الإنسان المتوحش من أدوات القتل والعمل على إركاء حلب. لكن شعب حلب خرج صامدا وخرج متفائلا، وبالتالي بالنسبة للأمريكان كما قلت، من يراهن على أمريكا كمن يراهن على الريح. أمريكا هي الراعية الأساس لهذه الجماعات الإرهابية، تقول أن هناك جماعات، هذه الجماعات تقول هناك معتدلين. هل هناك معتدل ما نسميه، أو هناك من معتدلين بين القتلة؟ إذن بمجموعهم قتلة، بمجموعهم من جبهة النصرة إلى فتح الشام، غيرت اسمها إلى 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 كل هذه الجماعات الإرهابية، هي جاءت لقتل الشعب السوري ولدمار سوريا. وكما قال أحد الخاتمات، يجب أن لا نبقي حجرا على حجر في سوريا، لكن خفي ما قاله أمام هذا الجيش الصامد والذي يدافع بكل ما يمتلك من قوة. نعم، روسيا اليوم أكدت على أن الشكوك الأمريكية التي تحدثت عنها وتهديداتها بنسف معابر خروج المدنيين تمثل محاولة جديدة لخوض لعبة سياسية بدلا من الإسهام في حل المشاكل الإنسانية. ما تعليقك وما هو ما تسعى إليه أمريكا اليوم؟ أنا منذ البداية قلت أن أمريكا كما قلت في المنزول القليل، من يراهن على أمريكا كمن يراهن على الريح. أمريكا هي الراعية للإرهاب، الأدوات موجودة لديها، السعودية، الخليج، تركيا، هذه أدوات، هذه كما يقال كأحجار الدومينو، تلعب بها، تسقطها متى تشاء، تدفعها إلى دفع الأموال والعتاد وتجنيد المجرمين والقتلين وإقدامهم إلى سوريا. الآن تطرح، تدور على لعبة ما تسميها الممرات الإنسانية، أي ممرات إنسانية، حتى ما طرحه ديمتسورا. إذن هم يريدون أن يفشلوا ما نسميه الانتصار أو الانتصار الذي حققه الجيش العربي السوري. أعتقد هذه اللعبة واضحة تماما بالنسبة لسوريا، يجب ألا تتوقف على إطلاق الجيش، وأعتقد أصدقاؤنا مصممون معنا وأدركوا تماما بالنسبة للروس، سواء غيرت اسمها جبهة النصرة أو لم تغير، فهي جبهة تحمل القتل، تحمل الدمار، وهي جبهة إرهابية. إذن هنا تراهن أمريكا على ما تسميه الآن
الممرات الإنسانية واللعبة الإنسانية التي نسميها، وهي بعيدة كل البعد عن الحال الإنساني والحال الأخلاقي والحال الوجداني والحال الاجتماعي بشكل كامل. نعم، في سياق متصل لحديثك تحدثت عن تغيير المسميات، ولكن الإرهاب هو إرهاب واحد. المنظمات الإرهابية حاولت اليوم تغيير مسمياتها، وهنا أتحدث تحديدا عن جبهة النصرة. ألم يعد تكتيكا مفضوحا بتحريض غربي لمحاولة تجنب تطبيق القرارات الدولية القاضية بمحاربة الإرهاب مثلا؟ تماما. بالنسبة لهذه التسميات، تغيير التسمية الآن ربما، وسمعنا حينما قال الجولاني أنه تم موافقة الظواهري على أن يسمي تسميته وبارك ذلك، وأمريكا الآن تريد أن تبحث عن مخرج أن تقول هذه جماعة الجبهة الجولاني سماها في الشام، ربما هي مجموعات تسميها معتدلة بالنسبة لها. إذن أمريكا أو الغرب يبحث عن تسمية جديدة، يبحث عن إطالة الأزمة، يبحث عن قتل. الآن ربما قرأنا منذ يومين أن هناك تصعيدا في الجنوب بين أمريكا والأردن وإسرائيل. يعني هذه الألعاب، هذه الخطط التي ترسم بشكل كامل لم تتوقف عن دعم هذه المجموعات والعمل معها على تدمير خراب سوريا. لكن كما قلت في البداية، الجيش ما ظل صامدا، الشعب ما ظل صامدا، كل ذلك سيؤدي إلى النصر، وبالتالي يؤدي إلى هزيمة هذه المشاريع ومن يرعى هذه المشاريع، سواء كانت فرنسا أم بريطانيا أم الغرب بمجموعه أم أمريكا. نعم أستاذ بديع، دعنا ننتقل إلى ريف دمشق. الجيش العربي السوري استكمل سيطرته على بلدة حوش الفارة في الغوطة الشرقية. نعم. برأيك ما هي الأهمية الاستراتيجية والعسكرية لهذا الإنجاز، وماذا بعد حوش الفارة؟ ربما من كان محللا سياسي عسكريا قد يدرك أكثر مني، لكن العملية العسكرية بشكل عام كل منطقة تقع بيد الجيش في الغوطة تؤدي إلى انتصار، وبالتالي تؤدي إلى حصار دوما والمجموعات المسلحة المتواجدة بها. إذن كل منطقة، كل مدينة، كل بقعة حينما تأتي أو تعود إلى يد الجيش تؤدي بالتأكيد إلى هزيمة هذه المجموعات الإرهابية، وبالتالي القضاء عليها وتطهير هذه المنطقة التي دخلتها أو دخلها الجيش، وبالتالي هناك إمكانية متواصلة لأن تحاصر هذه المجموعات من خلال هذه القوات التي تحاصرها والتي تحقق انتصار عليها في الغوطة أو في سواها من الأماكن الأخرى. إذن هو عمل ضغط حتى باتجاه الحل السياسي اليوم. نعم. نحن دائما نقول سوريا منذ البداية قالت بالحل السياسي. يا ترى هل الغرب وهل أمريكا وهل التابعين لها الأدوات من السعودية وقطر وسواها هم جادون في إيجاد حل سياسي؟ أعتقد هم سيبحثون كل السبل وكل الوسائل والطرق للبقاء على هذه الحالة، لكن حينما يجبرون على الحل السياسي نرى أمريكا ترين الآن أو تسمعين الآن أمريكا ماذا تفعل، تحاول أن تماطل جون كيري، دائما يبحث عن مواقف مخزية وواضحة، وكان واضحا بالنسبة لروسيا، قالت أن الأمريكان لا يريدون أن يتعاونوا معنا. إذن الحل السياسي بقدر ما يحقق الجيش انتصارات على هذه الجماعات الإرهابية يكون الحل السياسي، أما ما دامت هذه المجموعات الإرهابية نعم ويقدم لها السلاح ويقدم لها القتلة ستحاول دائما أن تراوغ وأن تبتعد عن الحل السياسي. نعم. الأستاذ بديع صقور المحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من اللاذقية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا ننتقل الآن إلى أسرار لم تعد كذلك، إنما بعد الفاصل. أهلا بكم إلى أسرار الصحف، وسر اليوم كشفت عنه النقاب صحيفة الغارديان البريطانية التي أوضحت أن أسلحة بقيمة مليار جنيه استرليني تدفقت في السنوات الأربع الأخيرة من أوروبا الشرقية إلى دول في الشرق الأوسط. وفي تحقيق مطول قالت الصحيفة إن بنادق هجومية من طراز AK-47 وقذائف هاون ومنصات صواريخ وأسلحة مضادة للدبابات وأسلحة ثقيلة نقلت عبر خط أنابيب جديد للأسلحة من البلقان إلى الجزيرة العربية ودول محاذية لسوريا.
هذا وتابعت الجارديان أيضا أنه لم يكن معروفا عن المنطقة شراؤها أسلحة من أوروبا الوسطى والشرقية، إلا أن الصفقات تزايدت على ما يبدو مع أكبر العقود في العام 2015. ويقول التحقيق أن صورا وأشرطة فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تتيح رصد تلك الأسلحة والذخائر لدى وحدات ما يسمى بالجيش السوري الحر، وفي أيدي مقاتلين من مجموعات إرهابية مثل أنصار الشام وجبهة النصرة وداعش. مشاهدينا، نذهب الآن إلى صور بين الواقع والسخرية منه في الفقرة التالية. مشاهدينا، لرسائلكم وتعليقاتكم نرجو متابعة صفحة البرنامج على الفيسبوك. القلم الصحفي قال كلمته لهذا اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.